عقب نهاية اللقاء أكد مساعد مدرب شباب بلوزداد ناذر الحبيري أن الفريق حقق الأهم، مضيفا أن اللاعبين طبقوا كل التعليمات خلال هذه المباراة. الحمد لله 3 نقاط اليوم نزيدوا ندعموا بهم الصداره نتاعنا، اليوم السي ار بي زاد هرب على المرتبه الثانيه، حاولوا اليوم اللاعبين كانوا يكونوا موجودين، عطاوا كل ما عندهم، كانوا موجودين اللي طلبناه منهم عطاوا. الحمد لله 3 نقاط اللي تزيد تخلي السي ار بي بعيد، اليوم نولي نصبحوا 9 نقاط ومازلنا ناقصة مباراة، إن شاء الله نكملوا هكاكا، أهم شيء أنه الوقفة نتاع الجماهير اللي تحولت مع اللاعبين، إن شاء الله نزيدوا هكاكا، واللاعبين راهو محتاجين الجماهير، اللاعبين هما اللي محتاجين الجماهير، اللاعبين يلزمنا إن شاء الله المقابلة الجاية إن شاء الله المريخ السوداني نلقاو الملعب فل إن شاء الله بجماهيرنا اللي عاودونا، إحنا لعبنا في سطيف وقينا جماهيرنا كل كانت موجودة، شعبنا كان كل موجود معنا، إن شاء الله نواصلوا هكاكا، إن شاء الله نوعدوهم أنه باش نعطيهم باش نحاولوا نقاتلوا باش نشرفوا النادي، احنا موجودين راهو السي ار بي ديما موجود، السي ار بي توا المرتبة الأولى في البطولة مترشح في الكأس ومازال يلعب في دوري أبطال أفريقيا، وإن شاء الله إن شاء الله المقابلة هذه 3 نقاط إن شاء الله اللي نعدوهم بهم الأحباء نتاعنا إن شاء الله.